يا رب يا رب يا رب. معك رقم ولا ابو زين؟ لا والله يا مرت عمي. بتعرفي اني نسيت؟ هون لقيت بيته بالسهل، لفيت الحاره كلها، ما ضل حد ما سالته عنه، يمكن عشان هيك نسيت. بدي اعرف شو صار معه. انا مطمنه مرت عمي، طالما طلع برات البيت معناته شيء منيح. كان مش راضي يطلع برات الغرفه. معك حق. جيت ابو زين كانت بمحل. يا سيران! يا خالتي مشابه! يا خالتي مشابه! يا سيران! يا خالتي مشابه! يا سيران! يا سيران! جابر وين؟ شوفي يا بنتي شوفي جابر وينه؟ ماله هون ماله هون؟ وليد جايب معه زعران وجاي على الحارة وقال في مين بيحرق البيت اللي فيه؟ وليد بس شباب الحارة وقفوهم براس الشارع وعلقانين معه، جابر وينه؟ وقلت لك راح راح ماله هون. طيب خالتي أهم شيء هلا لا تفتحوا الباب لمين ما كان، عم تفهموا علي؟ إيه عم نفهم. قولي على أمتي، قولي على أمتي شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ نجوى لك وين الموبايل تبعك؟ احكي مع شابر. يا وليد عيب عليك، 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 عيب عليك
شبيه للمرة الحارتك حموكي بس والله والله ما ينتهركن وكل يوم لكم طرمة مثل هاي يا عم بترحلوا على الحارة مثل الكلاب قاعدة هون بالحارة ما عاد لكم بتخبريها لبنتك شبيه إذا بدي شوفها بدي شقة شقة لأنه أنت ما خلفتي رجال أنت خلفتي حرامي عم تفهمي حرامي في عليك وعلى الخلفة العاطلة الله يلعنكم من العيلة روحوا يا شباب روحوا روحوا قولوا الله يلا روحوا لك هذا رجال هذا وين رجولية تبعه شو عمل غير عياط هدي حالك نحن معايك هاتونك اسبي يا شباب ليش تعطي البيت لري؟ في شيء مو طبيعي بالقصة أكيد في تمن اندفع بشو هو ما بعرف أبي بالعقل وحدة بعد ما انكتب باسمها بيت تعطي لريم ليش؟ والله يا فيصل أختك عملت لي أنه أم حازم تعبت كتير من بعد من قتل أبو علام وبما أنه ما عنده حدا فحبت تعطي شيء من ورثتها لحدا بتحبه أبي شو عم تحكي أنت؟ بارح شفتها لأم حازم بالمعمل عم تقمز أمز مثل المهرة بعدين منين لين يا عفة بلدني منين بتتحبها لأختي ريم وهلا صارت أم حازم مقطوعة من شجرة وما لها حدا غير ريم والله ما بعرف يعني أنا مالي شايفة غريبة كل شي بصير حبيبي مشان الله لا تجنني لك حبيبي لا تجن شوف أم حازم بالمعمل واسألها مين قالك ما فكرت بالموضوع بس أكيد رح تقلي نفس حكي ريم في شي ماله ظابط فيصل بتظهر من اختك شيء هلا هذا اللي طلع معك اذا الواحد بيسال عن شغله ما لها طبيعيه بيكون بيغار لك ابي اسمع انا من زمان قلت لك انه سلوك ريم بعلاقتها مع ام حازم مو عاجبني ما كنت تصدقني لحتى صار اللي صار وهلا جاي تكملها لك ابي يا ابي وحده حبت تعطي شيء من رزقتها لحدا ايه ما لها غريبه ما فيها شيء والله إذا بحكي من هلأ لبعد بكرة ما حتفهمني مشان هيك رح سد أمي وأخرس سلام هلأ هي غريبة بس بتصير يعني ممكن تكون بتحبها كتير هي ممكن بس ليش لا تتحب هجم علينا قدام رجال حارتنا كلها وهددنا انه متى يقتلنا اذا شافنا بالبيت مره ثانيه شو بدنا نعمل؟ اللي شو بدنا نسوي والله خفنا ولولاه ولولا ما حمونا يا سلام خلاص نحن حريم نازل طلع قاصر وامي ما بعرف وينه دورنا عليه حكينا بالموبايل ماله عم يرد علي شو بدنا نسوي دخيله لازم تحمونا انتو والله طفلتنا شوف شوف مطهره يا عم تبكي والله والله ما عدنا نعرف شو بدنا نسوي يا سيدي شو بدنا نسوي دخيلكم معني يا سيدي كل رجال الحارة نبهت عليه انه ما في غير حريم بالبيت وما كان مبروط يا سيدي والله ولك حلي عني يا بنت الجحش يا لعين خليك عم تدق له خليك عم تدق له اخسر داله 50 مرة لابن الحرام ما خرج التغطية وانا بالبيت وين بده يكون هالابن الحرام هات شريحة تانية شرف شو قالت لك؟ شو قالت لي؟ أمرك سيدي ولا تخشى شيء جنان قال هلأ ما معه بلكي الأسبوع الجاي إيش هو عليه؟ من أجلها إيه سيدي من أجلها من أجلها اللي بعده سمر
سوارة ذهب يوم الاثنين. شيء يعني امبارح؟ لا لا يلا يلا شوف شوف ايه هي ها يلا الو مساء الخير يا عمري. مين؟ شو مين؟ العمى ما عرفتي صوتي؟ انا الهارون. اهلين ابن مهلي. شو صار بالاسوار الدهار؟ حاكم الصايغ اللي جنب بيتي عم يسألني عنه. بكره وين؟ قدام المدرسه. ذكريني وين كنتي عم تتعلمي يا بعدي؟ بالقادسيه. وان شاء الله الاساتذه اللي عم يدرسوكم امنا وان شاء الله التعليم خير. ما بحسن احكي كثير الله يخليك خلص بكره بعد الدوام. طيب ليش عم تتنازلي يا عمري؟ عم نطمن على التعليم اذا بخير. سلامات. الله معك. وينك وينك وينك؟ شو؟ لا تخشي شيء. طيب مع السلامة. سجل جنب اسم سمار بكرة بعد الدوام بمدرسة القادسية سوارة ذهب. سوارة ذهب. هات شريحة جديدة لشو. وهي شريحة تفضل. مساء الخير. أهلين مساء النور. كيفك؟ ماشي الحال. وين كنت؟ مشوار هيك. عقيل؟ وين كنت؟ عمل لك مشوار شو دعيه؟